من واسطه. السؤال الاول من الدكتوره حبيبه بتسال بتقول هل وقت الصلاه له وقت معلوم؟ بمعنى يعني انا مثلا ايه نازله قبل صلاه العصر بربع ساعه، هل يجوز لي ان اصلي العصر قبل ان يؤذن وانا في البيت، لاني اعلم جيدا اني لن استطيع ان احصله وانا خارج البيت؟ ده سؤال مهم جدا وعايزين نقوله، ولا نجمع الظهر مع العصر قبل ما ننزل من البيت؟ فعايزك حضرتك بس تقول لي طيب الصوره دي. اقول وبالله التوفيق. اولا بالنسبه للصلاه، قال ربنا جل وعلا: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. والفقهاء جعلوا لشروط لصحه الصلاه عددا من الشروط، من هذه الشروط العلم بدخول الوقت، لابد ان نعلم ان الوقت قد دخل. فاذا لم يدخل الوقت ولو بدقيقه واحده، عارف حضرتك لو الوقت لم يدخل وكان يقينا لا يجوز للإنسان أن يصلي ما لم يدخل الوقت. وبالتالي هتنزل قبل العصر بخمس دقائق، بعشر دقائق، بربع ساعة، لا يجوز لها قبلا واحدا أن تصلي العصر قبل نزولها، ولا يجوز لها في ذلك الوقت أن تجمع بين العصر وبين الظهر إذا كانت قد صلت الظهر قبل ذلك. لو صلت الظهر قبل ذلك خلاص الجمع إنما يكون جمع لا فصل فيه بين الصلاتين. فلها في هذه الحالة إذا كانت تعلم أنها ستخرج قبل صلاة العصر ببضع دقائق وأنها لن تستطيع أن تدرك العصر في وقته، فعليها أن تصلي العصر مع الظهر جمع تقديم، وغير ذلك لا يجوز.